सका
dice ya que tú me... Thank you.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ألا وإن الله أمرنا بنكاح ونهانا عن الصفام وقال مخبرا وآمرا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج بامرأة فقد أهرس ثلثي دينه فليتق الله بثلث الباقي أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدين ولوالديكم وأستغفره عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു സൈനബിൻ്റെ ഓക്കെ അജ്മഈൻ
أزوجك أزوجك علامة علامة أمر الله به أمر الله به من إمساك من إمساك بمعروف بمعروف أو تسريح أو تسريح بإحسان بإحسان زوجتك زوجتك وأنكحتك أنكحتك بندي بندي زينب زينب بمهر بمهر مبلغه مبلغه أربعة أربعة وستون ستون جراما جراما من الذهب من الذهب من الذهب من الذهب قبلت قبلت نكاحها نكاحها وتزويجها وتزويجها بمهر بمهر مبلغ مبلغ مذكوري مذكوري ورضيت به ورضيت به എന്റെ മകൾ എന്റെ മകൾ സൈനബിനെ സൈനബിനെ 64 ഗ്രാം 64 ഗ്രാം സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വർണ്ണാഭരണം മഹറിനെ പകരമായി പകരമായി ഞാൻ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് വിവാഹം ചെയ്ത് ഇണയാക്കി ഇണയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ മകൾ താങ്കളുടെ മകൾ സൈനബിനെ സൈനബിനെ 64 ഗ്രാം 64 ഗ്രാം സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വർണ്ണാഭരണം മഹറിനെ പകരമായി മഹറിനെ പകരമായി താങ്കൾ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് ഇണയാക്കി തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടും കൂടി പറയുക വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈറിൽ ഖൽഖി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين اللهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير ولطف وعافية اللهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير ولطف وعافية اللهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير ولطف وعافية اللهم انزل الرحمة والبركة والسلامة والسرور في هذا المجلس يا رب العالمين اللهم هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى سيدنا محمد وآله
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.